الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب أن الأئمة خلفاء الله عز وجل في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى هذا باب من أبواب كتاب الكافي الشريف ذكر الكلين فيه ثلاثة أحاديث تدل على أن الأئمة خلفاء الله وأنهم أبواب إلى الله عز وجل أما خليفة الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يأمره بتطبيق أحكامه أو بيان أحكامه في الأرض، لأن الخليفة بمعنى من يخلف الشخص، لذا يقال أمير المؤمنين خليفة رسول الله، يعني خلفه في الإمامة، جاء بعده في ذلك، خليفة الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمره بتنفيذ شيء، بفعل شيء، فبدل أن يفعل الله، أي أن يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك الشيء مباشرة وهو القادر على ذلك، لكن الحكمة اقتضت أن يأمر أحدا بتنفيذ ذلك الشيء، فذلك الشخص المأمور بتنفيذ امر الله سبحانه وتعالى في كل الجهات هو خليفه الله في الارض. خلفاء الله في الارض هم الانبياء ومن بعدهم الاوصياء. ادم على نبينا وآله وعليه الصلاه والسلام. الله سبحانه وتعالى حينما يذكره يقول: اني جاعل في الارض خليفه. ليس بمعنى انه يخلف من كانوا قبله من الموجودات التي خلقها الله سبحانه وتعالى كالنسناس على ما في بعض الروايات، لان قبل ادمنا عليه السلام، الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كثيره، وبعضهم كانوا ذوي عقول، وبعضهم افسدوا في الارض، فأبادهم الله سبحانه وتعالى. حينما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة معناه خليفة لي يعني آدم هو خليفة الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. الواسطة بين الله وبين سائر الناس من ذريته. أو بالنسبة إلى داود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض أنت خليفة الله في الأرض فلذلك عليك أن تنفذ ما يأمره الله سبحانه وتعالى من العدل والإحسان وبيان أحكام الشرع رسول الله صلى الله عليه وآله خليفة الله في الأرض ومن بعد الرسول الائمه خلفاء الله عز وجل في الارض، وقد وردت احاديث كثيره ان الارض لا تخلو من حجه، اول انسان خلقه الله سبحانه وتعالى هو ادم هو حجه الله، وهذه الحجه لا تنقطع ولن تنقطع الى يوم القيامه ما بين نبي ووصي نبي. وهذا الحجه هو خليفه الله في الارض، الواسطه بين الارض والسماء، ليس فقط الائمه خلفاء الله في الارض في تبليغ الاحكام، الله سبحانه وتعالى علمهم عبر جدهم رسول الله صلى الله عليه واله الشريعه فهم يبينون الشريعه للناس، ليس منحصرا بذلك بل الله سبحانه وتعالى ربط بهم التشريع والتكوين حتى الكون الله ربطه بهم الله سبحانه وتعالى حكيم ومن حكمته جعل للاشياء اسبابا هذه اسباب قد تكون طبيعيه وقد تكون غيبيه الاسباب الطبيعيه هي اسباب ظاهريه الأسباب الغيبية هي الأسباب الواقعية، مثلا هذا الإنسان يرمونه بالرصاص يقتلونه فيموت رميه بالرصاص سبب ظاهري طبيعي بس مو هو السبب الحقيقي لموته السبب الحقيقي لموت هذا الإنسان هو قبض ملك الموت لروحه قبض الله سبحانه وتعالى لروحه. الله أمر الملك يعني ملك الموت عزرائيل عليه السلام أو هو مباشرة بدونه الملك أو أمر الملك والملك أمر أعوانه توفته رسلنا فقبضوا روح هذا الإنسان. صحيح حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون السبب الواقعي متقارنا مع السبب الظاهري الطبيعي. يعني هذا الانسان اذا ما رموه بالرصاص الله لا يامر بقبض روحه. اذا رموه بالرصاص الله سبحانه وتعالى يامر بقبض روحه. يعني خلى السبب الواقعي متقارنا مع السبب الطبيعي. لحكمة اختيار الانسان وامتحان الانسان. ولذلك في يوم القيامه الناس وهم في النار الكفار والعياذ بالله هؤلاء يحترقون ولا يموتون الايه الشريفه تقول وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يعني الاسباب الطبيعيه في الدنيا للوفاه وللموت في نار جهنم اكو اسباب اقوى منها العذاب الذي يعذب به الكفار في نار جهنم والعصاه والنار الذي يحترقون به هذه اسباب لو كانت في الدنيا لاماتتهم لكن هو لا يموت لان السبب الواقعي اللي هو قبض روح هذا الانسان الله سبحانه وتعالى اوقفه في نار جهنم ماكو هذا السبب الواقعي هم فيها خالدون لذا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. هذا مثال. المثال الاخر الرزق. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. إذا تشوف الناس يأكلون ويرتزقون فالرزاق هو الله. هذا هو السبب الواقعي. لكن جعل أسباب ظاهرية. الاسباب الظاهريه تتوقف على عمل الانسان على كده هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها انت تروح تشتغل الله يرزقك يعني جعل السبب الواقعي متقارنا مع السبب الظاهر يعني هذا العامل يذهب ويزرع هذا عمله لكن الذي ينبت هذه الاشجار أو هذه الزروع ويوصلها إلى مرحلة الإنسان يرتزق بها هو الله سبحانه وتعالى، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أو الخلق، الله سبحانه وتعالى هو يخلق الإنسان، لكن جعل ذلك متقارنا مع سبب طبيعي زواج الأبوين ومباشرتهما بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يخلق الله يخلق لكن جعل هذا الخلق متقارنا مع سبب طبيعي السبب الواقع هو الخلق أو الأمطار التي نراها هناك روايات كثيرة مستفيضة لعلها تبلغ إلى درجة التواتر تدل على أن المطر كيف يكون السبب الواقعي للمطر أن هناك ملائكة الله سبحانه وتعالى أوكلهم بالامطار يحملون الماء من البحار مثلا بشكل بخار الى السماء يكونوها بشكل غيوم يجيبوها الى بلد ميت مثلا او غير ميت فالملائكه ينزلون تلك الامطار هذا السبب الواقعي الملائكه الذين امرهم الله سبحانه وتعالى بذلك وفي القران الكريم المدبرات أمره لكن السبب الظاهري شنو هو أن هناك حرارة عبر الشمس هذه الحرارة تبخر مياه البحار فهذه الأبخرة تصعد إلى حد معين من الجولاء تصعد أكثر من ذلك ضمن عوامل فيزيائية تصعد إلى الجو الضيع في الجولاء إلى حد معين ثم هناك رياح تأتي تسحب هذه الابخره بشكل غيوم بشكل سحاب الى مكان معين ثم ضمن معادله فيزيائيه هذه الابخره تتحول الى قطرات ماء وتنزل بسبب الجاذبيه هذا المطر اللي نشوفه هذا سبب ظاهري لكن السبب الواقعي الملائكه الذين يدبرون امر الخلق فعلى كل حال فالله سبحانه وتعالى جعل أسباب ظاهرية، جعل أسباب واقعية، مثلاً الآن السماوات والأرض نرى أنه الأرض تسير ضمن نظام معين مليارات السنين حول الشمس، والشمس والمنظومة الشمسية تسير حول مركز المجرة، وهكذا سائر المجرات. الأسباب الظاهرية أن هناك جاذبية وهذه الجاذبية تسبب هذه الحركات المنتظمة في الكون، لكن السبب الواقعي أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، السبب الواقعي قرنه الله بسبب ظاهري احنا نعرف السبب الظاهري لذا مكلفون بالعمل طبق السبب الظاهري لان دار دار الامتحان اذا عملنا بالاسباب الظاهريه الله سبحانه وتعالى ايضا يهيئ الاسباب الواقعيه فنرى النتيجه احنا نتصور ان النتيجه هي نتيجه هذا السبب الظاهري لكن هو من باب القضية الاتفاقية هذه النتيجة هي نتيجة السبب الواقعي، لكن ذلك السبب الواقعي تقارن مع السبب الظاهري. فلذلك نحن مكلفون في أن نسير طبق الأسباب الظاهرية. النصر هو من الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لكن أنت كمسلم لازم تكد، لازم تعمل، لازم تهيئ أسباب النصر الظاهرية. بعلمك، بعملك، بجهدك بدراستك انت لازم تؤدي تكليف فاذا اديت تكليفك الله سبحانه وتعالى يهيئ السبب الواقعي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم مثلا هذه الايه الكريمه زين السبب الواقعي لحفظ نظام الكون أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا النظام الكوني عبر الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وعن طريقهم جعل الملائكة الذين يدبرون الأمور. هذا هو السبب الواقعي. هو الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب الواقعية. وهذا ليس غلواً في الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لأنه بإذن الله وقامت الأدلة عليه. الولايه التكوينيه التي لها للائمه عليهم الصلاه والسلام بمعنى انه يسيطرون على هذا الكون ويدبرون باذن الله امور هذا الكون هذا ليس من الغلو في شيء لان الائمه افضل من الملائكه والملائكه يدبرون المدبرات امره والنازعات غرقا الى اخر الايات المباركات الملائكه بامر من الله وبقدرة اعطاهم الله والأئمة عليهم الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه واله من فوق الملائكة بامر من الله وبإذن من الله فهم خلفاء الله في الارض بمعنى انهم ينفذون اوامر الله سواء في مجال التكوين سواء في مجال التشريع لا فرق في ذلك في مجال هداية الناس في مجال بيان الاحكام فلذا الإمام الرضا عليه السلام يقول الأئمة خلفاء الله عز وجل في أرضه في الحديث الثاني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها الآية الشريفة تقول وأتوا البيوت من أبوابها الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرف نفسه، أراد أن يعلم عباده العبادة ليعبدوا فيستحقوا الرحمة الخاصة، أراد ذلك عن طريق رسول الله صلى الله عليه واله، ومن بعد الرسول عن طريق الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الله لم يوحي القرآن إلى كل واحد واحد من الناس هذا ليس من الحكمة لأن الإنسان الذي يتلقى الوحي لازم تكون إلى قابلية وهذه القابلية لا تكون إلا باصطفاء الله سبحانه وتعالى له فنحن لسنا ليست لنا القابلية في تلقي الوحي مباشرة من الله سبحانه وتعالى لأن ذلك الاصطفاء لا يوجد فينا الله اصطفى الأنبياء ومن بعد الأنبياء اصطفى الأئمة كما ذكرنا في الحلقة الماضية هذه الآية الشريفة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفاهم فلذا رسول الله صلى الله عليه واله مباشرة يتلقى الوحي عن الله سبحانه وتعالى فهو باب لله يتلقى تلقى القرآن وبين هذا القرآن لنا وتلقى العلوم هذه العلوم قسم منها بينها لعامة الناس وغالب تلك العلوم اودعها عند الاوصياء عليهم الصلاه والسلام لذا قال رسول الله انا مدينه العلم وعلي بابها فاذا انت اذا تريد تعرف الله سبحانه وتعالى لازم تروح عن طريق محمد وال محمد عليه وعليهم الصلاه والسلام الذين ارادوا ان يعرفوا الله سبحانه وتعالى عن غير طريقهم ظلوا، انت تشوف الان في عالم اليوم وفيما سبق وكذلك فيما سياتي الملل والنحل والعقائد المختلفه، وكثير منهم عقلاء مو ناس جهله، لا بعضهم عباقره، لكن العبقري اذا لم ينتهج النهج الصحيح ما راح يوصل إلى نتيجة حتى لو هو عبقري. إذا أكثر الناس عبقرية وأفضلهم سياقة يركب في أحسن السيارات، يريد يسير إلى الشرق لكن أخذ طريق الغرب كلما سار في طريق الغرب أكثر ابتعد عن الهدف أكثر. يريد يروح إلى مكة بدل ما يتجه إلى مكة يتجه إلى عكس مكة، فكلما سار اكثر ابتعد عن مكة اكثر. هو عبقري نعم الطريق معبد نعم السيارة سيارة صالحة نعم، أفضل الأنواع والموديلات، لماذا لا يصل إلى مكة؟ لأنه أخطأ الطريق. زين إذا أنت عبقري وأعقل العقلاء في العلوم التجريبية مو المنهج الصحيح ان تجلس في غرفه وتبدا تفكر في امور الكون الطبيعيه وتوصل الى نتيجه لا ما توصل الى نتيجه المنهج الصحيح ان تروح تجرب عملا لذا يسموها العلوم التجريبيه الفلاسفه اليونانيون ومن بعدهم الفلاسفه المسلمون ارادوا تحليل القضايا الطبيعيه بالقواعد العقليه يعني جالس في غرفته يحلل لماذا تحدث الزلزله؟ لماذا يحدث قوس قزح؟ لماذا هذه الامور الموجوده في الكون؟ انت عندما تراجع الى كتبهم لم يكونوا عباقره؟ كانوا عباقره لم يكونوا عقلاء؟ كانوا عقلاء لماذا الطبيعيات الذي كتبوها التي كتبوها اخطاوا في اكثر من 90% منها؟ لان المنهج كان خطا. المنهج أن تروح تجرب مو المنهج أن تجلس في غرفة مغلقة في برج عاجي وتفكر في القضايا الطبيعية لذلك أنت إلى حد منظومة السبزواري قسم الطبيعيات تشوف تشوف العلم الحديث أبطل 90% منه ولذا الفلاسفة المتأخرين حذفوا قسم الطبيعيات يعني ثلث الفلسفة حذفوها زين تجي في مسائل التوحيد في مسائل صفات الله سبحانه وتعالى المنهج الصحيح ان تاخذ من الانبياء من الاوصياء من السماء تعرف الله سبحانه وتعالى كما عرف نفسه مو انه تريد بالادوات العقليه اليونانيه تجي تريد تعرفنا او تعرف الرب سبحانه وتعالى لذا أيضا قسم الإلهيات في الفلسفة اليونانية وبعد تعريبها وتوسيعها في الفلسفة الإسلامية كثير منها يخالف القرآن الكريم تخالف القرآن تخالف كلام الرسول فعندما يرونها تصطدم بالآيات القرآنية تصطدم بالأحاديث الصحيحة يجون يأولون الآيات يأولون الأحاديث الصحيحة مع أن التأويل لا يصح خلاف الظاهر إلا إذا قام الدليل القطعي على ذلك، مو الاستحسان، مو مجرد كلام شعري يعبر عنه بالدليل العقلي. نعم هناك أمور عقلية مجردة، القسم الأول من الفلسفة عادة صحيح، والعلماء يستفيدون منه. في الفقه، في الاصول، في سار الامور. العم... ليش؟ لانه المنهج للوصول الى بعض المطالب العقلية هو ان تجلس وتفكر. اذا القسم الأول من الفلسفة عادة الإلهيات بالمعنى الأعم صحيح. بحث التناقض، بحث التضاد، مثلا، بحث العدم والملكة. القسم الثاني اللي هو الإلهيات بالمعنى الأخص حول وجود الله سبحانه وتعالى فيه خلل كثير. لانهم لم ياخذوا عن النبي واله اخذوا عن فلاسفه اليونان ثم حاولوا تاويل كلام النبي واله. القسم الثالث اللي هو الطبيعيات ايضا اكثر باطل. اذا معرفه الله سبحانه وتعالى عن طريق القران وعن طريق بيان الرسول وعن طريق بيان الائمه عليهم الصلاه والسلام. الادله التي تطابق العقل العقل هو مصباح هو نور بس لازم يكون عقل صحيح مو استحسان لذا في هذا الحديث الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول الاوصياء هم ابواب الله عز وجل التي يؤتى منها واتوا البيوت من ابوابها ولولاهم ما عرف الله عز وجل لأن الله جعلهم الواسطة الوحيدة في تعريف نفسه القرآن الكريم كلام الرسول كلام الأئمة عليهم الصلاة والسلام زين لأنهم باب الله لازم تأخذ منه إذا لم تأخذ منه وأخذت من الرجال الله في يوم القيامة يحتج عليك بهم أني نصبت نبياً هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله أنزلت كتاباً هو القرآن وجعلت اوصياء من بعد محمد صلى الله عليه واله من اهل بيته عليهم الصلاه والسلام لماذا لم تاخذ منهم انت تستفيد من العلوم المختلفه لكن منهجك في مسائل الدين لازم يكون منهج صحيح هسه في الامور الدنيويه اذا منهجك خطا مشكله يعني مثلا في علم الفلك القديم كانوا يتصورون ان الارض هي مركز الكون وان الكون والنجوم والكواكب والشمس والقمر كذا تدور حول الارض. زين اخطاوا في ذلك، هذا الخطا ليس في مساله دينيه قد يكون عقد عليهم حياتهم او جعلهم في جهل او لا يستفيدوا من الامور الطبيعيه التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ومشكله لكن اذا وصل الى مساله الدين والانسان بسبب خطأ منهجي صار مشرك، صار كافر، اعتقد عقيدة باطلة. فهذا في الآخرة يكون من الخاسرين، والحجة عليه لأن الله نصب طريقا واضحا، لماذا لم تتبع ذلك الطريق الواضح؟ لذا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: ولولاهم ما عرف الله عز وجل، وبهم احتج الله تبارك وتعالى. على خلقه الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب هو آخر حديث أيضا ذكره الكليني رضوان الله تعالى عليه في هذا الباب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في قول الله جل جلاله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم في سورة النور الله وعد المؤمنين العاملين بالصالحات أنهم ليستخلفنهم في الأرض يسيطرون على الأرض تكون لهم الخلافة في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم مثلا سليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان حاكما على الأرض آدم بالنتيجة هو وحده كان على الأرض فكل الأرض كانت باختياره ولعل هناك من الانبياء او غيرهم حكموا كل الارض لا ندري. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، اكو بعض العامه يفسرون هذه الايه بالفتوحات التي صارت بعد عهد الرسول صلى الله عليه واله. لكن هذا ليس بصحيح، ليش؟ لان الايه تقول ليستخلفنهم في الارض، يعني كل الارض. ومن بعد الرسول لم يحكم المسلمون كل الارض. نعم في نهايه العهد الاموي وبدايه العهد العباسي رقعه الدوله الاسلاميه هذه رقعه كبيره كانت لعله وصلت الى خمس المعموره، لكن مو كل الارض. ليستخلفنهم في الارض يعني كل الارض. اذا واحد قال لا الارض يعني بعض الارض. زين إذا بعض الأرض هو المقصود فرسول الله صلى الله عليه وآله أولى بهذه الآية من الصحابة الذين جاءوا بعده لأن رسول الله فتح مكة ومكة أهم من بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد مصر إذا المقصود فتح بعض الأرض والحكومة فيها فرسول الله أولى بهذه الآية من غيره من الصحابة ليش تحملها على فتح بلاد فارس وبلاد الروم ولا تحملها على فتح مكة وفتح مكة أهم من فتح بلاد فارس والروم لذا الله سبحانه وتعالى قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا لأن مكة أهم أول أرض إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين هذا أهم لذا الله سماه الفتح المبين فإذا إذا المقصود بعض الأرض فالآية رسول الله صلى الله عليه واله وفتوحاته أولى بها، لكن المقصود بالآية كل الأرض. وهذا لم يحدث في زمان من الأزمنة لحد الآن. وإنما هو سيتطبق على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي روت الخاصة والعامة أنه يحكم الأرض كلها. اذا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول في تفسير هذه الايه قال هم الائمه. هذه الايه في الائمه مو في الصحابه. اذا واحد يجي يقول ان الائمه لم يحكموا. هسه الامام المهدي سيحكم كل الارض. اما الائمه باستثناء الامام امير المؤمنين والامام الحسن حكموا بعض الارض لفتره معينه وصار الائمه لم يحكموا اصلا. فكيف يقول هم الائمه؟ هذا اما يفسر بالرجعه كما في روايات متواتره ان الائمه واحدا واحدا الله سبحانه وتعالى يحييهم والله قادر على ذلك فيحكمون الارض او المراد المجموع من الائمه اذا واحد منهم حكم فكان المجموع حكم باعتبار حكومه واحد منهم يصح ان يقال هم الائمه لان الحكومه حكومتهم ولو ان الحاكم واحد منهم كما في تلك الايه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره يعني تكون الغلبه للدين كله، هل في زمان من الازمنه من زمان رسول الله محمد صلى الله عليه واله الى هذا الزمان الاسلام تغلب عسكريا على جميع الاديان في جميع انحاء المعموره كله في زمان الرسول الاسلام سيطر على جزيره العرب بعد رسول الله صلى الله عليه واله في زمان بني اميه في زمان بني العباس قبلهم بعدهم المسلمون حكموا رقعه واسعه من الارض لكن ليس كل الارض لم يتغلبوا على الكفار في كل الارض مع ان الايه تقول ليظهره على الدين كله هذه تفسير الآية لحد الآن تأويل الآية لم يقع وإنما سيكون في زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي رايت لا إله إلا الله سترتفع فوق جميع أنحاء المعمورة لذا الإمام الصادق في هذه الآية يقول هم الأئمة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا ذلك الزمان هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين